يوجد دراسة تقول أن الأنثى في قلبها رجل واحد، أما الرجال في قلبه عدة نساء. أرو أضرب سيد المراجل الحكم حكم. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ شو رأيك؟ على رأيي ما فهم. شو بدي اسحب؟ من هو الرجل الوحيد القادر على إسكات المرأة وكيف؟ لحقني لفرجيك لواي. بدي أعطيك درس بكيف بيعالجوا النسوان. ما الذي يملأ عين الرجل؟ شو يملأ عينك؟ لك أنا ما فحرمة إلا بعيني، نسوان الدنيا كلهم بعيني. المال ولا الجمال ولا السلطة ولا بنوتة ولا شو تقريبا؟ تشفي أحلى من النسوان. أتمنى نشوف رأيك. آي هادي أخذ علي النسوان وبس. حسب خبرتكم هذا الزمن اللي نحن هلأ فيه عايشين، ما هي أفضل مهنة للإمرأة؟ اسمع تهريب دخان تعيش فيها حياة كريمة أفضل مهنة لإلها. بلا لا بنعرف نعرف بس شو؟ ولا شيء. نقطة ضعف الرجل، ما هي نقطة ضعفك أنت كرجل؟ نسوان. المال؟ نسوان. بنوتة حلوة؟ نسوان. ولا شو مثلا تحديدا نقطة ضعفك أنت كرجل يعني؟ مثل شو؟ آخ يا من دعاني تتون بالورق لفوني واني قتل الشجر يا سمر داووني. الحياة فرصة اغتنمها. شو رح تغتنم هاي الحياة بهاي اللحظة؟ أنا أول شغل بعمله بجوز سليم لعفاف. سؤال يراود أغلب النساء، ما هو أكثر شيء يحبه الرجل في الإمرأة؟ شو أكثر شيء تحبه بالبنت؟ يعني حتى تعشقها أو إلى آخره؟ خليك صادق وأحكي الصراحة. لك أخ أخ يا أبو زيك، لك ولا أخ ولا أخ ولا أخ قلبي. طلت عبيد من العشيق والقلب ما ظل بيحيل. كلماتك كتير حلوين. شو هالكلمات هاي؟ إذا بدها شوية ألحان لما تتلحون تطلع أحلى بكتير. يعني بطل بعد ما أشوف أوه من قلبي أوه واو أنا قبل أغنية الهابطة.